السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة يومية المهاجر. جمعة مباركة. قبل ما ندير لكم واحد الجولة داخل سوق سيدي يحيى الأغنام والخضار والبيع جميع الأشياء، ما تنساوش باش تفعلوا معنا بجيم وأبوني وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دائما نقول لكم تفاعلوا معنا، لأننا متواجد مباشرة معكم من سوق سيدي يحيى. هو حركة نظرة دخلت قدا تاعنا، جيت نتقدا بعد الخضر لأن الزوجة ديالي هاد الصباح كنا مخصوصين الخضر هادي اللي جيت سيدي يحيى. نتمنى باش يعجبكم هاد الفيديو، بارطاجيو لنا مع صحابكم، ديرو لنا جيم وابوني لكي يصلكم كل جديد. نتمنى لكم الخير والسعادة. شغال لك شحال؟ لا لا واش تنخرج؟ تنخرج راسك شباب ايزاك وين صدقها في سبيل الله؟ شحال اخويا؟ 6000 الكيلو وضع 100 6000 الكيلو هذا مرة هذا بعد ما درت جولة وجبت المسائل بعد الخضرة نتاع نتاع باش ندير الطيمة، غادي نوريها لكم ان شاء الله بحول الله. غادي نتوجه للمقاطعة، جبت شوية القرعة وهي كما تشاهدون، جبت شوية اللفت، العنب، النعناع، نتوجه للمقاطعة 13 لإجراء بعض الوثائق الإدارية. نتمنوا دائما باش تدعمونا في القناة ديالنا بجيم وابوني لكي يصلكم كل جديد. هاي الخضرة، هذه الخضرة يعني فيها اللفت، خيزو، جزر، القرعة الحمراء، النعناع، شيبة، قصبر، معدنوس، باش نديرو الطعيمة. نتمنوا دائما أصدقاء ديالنا يكونوا مزيانين، ولا راهم يدعمونا ولا راهم يديروا لنا ابوني ولا راهم يشاهدوا فيديوهات، الله يجازيهم بالخير. وجمعة دائما نقول لكم جمعة مباركة. درنا درة اليوم هاد الصباح أنا والصديق ديالي للسوق تاع سيدي يحيى، فعلا السوق كان خاوي، يعني التجارة ما كاينة زعما صراحة، إنما ما كاين السويقات بزاف، يعني السوق الأسبوعي لابد غادي يكون ناقص في التجارة، لأنما الأسواق الفوضوية يعني الليلة برا، يعني السويقات كاينين بزاف، يعني قليل اللي يتجه للسوق، هذا هو السبب اللي يجعل السوق يتهرس. نتمناو باش هاد الخضار ان شاء الله يدبروا لهم، يكونوا تاهما يكونوا مزيانين، لانهم راهم يخدموا على العائلات ديالهم،
باش يديروا لهم المسائل مزيانه. بعد ما كملت التقضيه دارنا في مقاطعه 13 لاجراء بعض القضاءات الاداريه. انا في مقاطعه باش ننجزوا واحد الوثيقه نديها معايا. لا تنساوش باش تدعمونا في جيمو ابوني ليصل الجديد قناة يومية مهاجر. دائما راني هنا في مقاطعة ما باش تدعمونا في جيمو ابوني وتفعيل الجرس ليصل الجديد في قناة يومية مهاجر. ما تنساوش باش تدعمونا في القناة ديالنا يومية مهاجر بجيم وابوني وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هنا في مقاطعة 13
سوف نجد عمو القناة ديالنا بجي مقامونة تفعيل الجرس صافي يا بعد ما كنت في السوق ضربت دوره في السوق وتقديت شويه ومشيت للمقاطعه قديت الاغراض ديالي والتقيت بعض الاصدقاء درك راني متجه للمقهى على نعاد غادي نفطر يعني مازال ما فطرتش انا عاد غادي هو نفطر قهوه تاع الصديق ديالي توداي ندير واحد البيري تاع تايلا كتب الله نتمنوا باش تشجعونا وتدعمونا في القناه ديالنا تاع يوميه مهاجر بجي مؤابوني لكي يصلكم كل جديد نحن دائما معكم des jours fériés.